الجامعات الفلسطينية. هؤلاء الخريجون والخريجات الذين نراهم أمامنا يقومون بما يستطيعوا للحصول على الشهادات. عدة مشاريع وضمننا برنامج دعم التعليم بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم بالشراكة مع وزارة العمل. ومؤسسة أمان فلسطين الداعمة لنا فيما يبرز مهاراتنا. هذا المشروع أتاح الفرصة للخريجين محتجز شهاداتهم بسبب تراكم الرسوم العالية عليهم، أتاحت لهم بتحريرها ومنحهم بارقة أمل جديدة للانطلاق إلى سوق العمل. من أفكار المشروع الرائعة أنه أتاح للخريج فرصة عمل 3 شهور في بيئة عمل متكاملة في مؤسسته الأم. شكراً أمان ماليزيا، شكراً لوزارة العمل، ومزيداً من المشاريع في وقت لاحق بإذن الله. اشتغلت في تفتيش أغدوي في عيادة أبو الوليد، استفدت كتير من خبراتهم. اشتغلت ميداني وخذت من خبراتهم وخدشت خبرة. وجه شكر كبير لمؤسسة أمان فلسطين، وجه كمان شكر لكم كلكم على جهودكم الكبيرة والمبذولة ومساعدتونا على اتكاك الشهادة.